السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله يا ربي تكونوا مرتاحين وناشطين وفرحانين وكتدوزوا وقيتها زوينين ان شاء الله، واللي ما فرحاناش الله يفرحها ان شاء الله. مهم هاد النهاريات في هذا الفيديو كما غتكونوا لاحظتوا في العنوان وصفه اللي هي نتاع الغلط، وصفه اللي الصراحه بزاف نتاع السيدات والبنات بالخصوص رغبوني عليها، وكان دائما كنلقى ميساجات خالتي سناء بابا سناء اختي سناء عطينا وصفه نتاع الغلط، وصفه اللي بغينا اننا نردو صحتنا بالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم، ولا بالنسبه كاين حتى اللي عودها رقيق، كاين اللي زعما هكا يا كبي بغى يشوفها هكا ضعيفه، واخا كتكون كتاكل الماكله العاديه ديالها نتاع كل نهار ما كتبانش فيها في الوزن ديالها. فان شاء الله هاد الوصفه تكون عند حسن الظن ديالكم وتزيدكم الوزن. هذه الوصفه اللي هي مجربه، وصفه اللي غزاله ما يمكنش انكم تجربوها وما تلقاوش عليها نتيجه. ان شاء الله تستفدوا كاملين. وبغيت نقول بالنسبه للسيدات اللي راهما ديجا زعما يمكن غلاضين ولا صحيحين ولا هذا، راه ما غيحسوش بالمشكل نتاع وحده اللي كتكون ضعيفه وباغا تصحح. كاين اللي صحتها اللي اصلا فاش ما كتكونش الصحه مرتاحه ولا ما كيكونش واحد الجهد واحد السفل في الصحه، كتكون دائما سخفانه، ما كتقراش في خاطرها، ما كتقراش مزيان، زائد على عاد التنمر نتاع بزاف نتاع الصحابات داكشي اللي كيبداو يتنمروا. راه كنعرفوها بان راه بزاف، راه حتى حنا دوزنا الصغار ولا دوزنا الضعف وكيبقاو ينعتوا بالمسمومه، اللي ضعيفه راه مسمومه. ويا نهائيا كاين اللي صحته مواتيه هكاك، فاللي صحتها مواتيه وراضيه على نفسها هكاك، انا ما كنقولكش هاد ديري هاد الوصفه. الا كنتي مرتاحه في صحتك راه اهم حاجه هي تكوني مقتنعه براسك ومرتاحه براسك مع راسك. ولكن الا كنتي عندك شي حاجه اللي مبرزطاك، مثلا الصحه باغاها تزيد ولا بزاف نتاع الحوايج الا كانوا عندنا مبرزطين، نحاولوا اننا بشي طريقه نبدلوها ولا نغيروا من داك الشيء اللي حنا مبرزطنا ولا غادي يتنمر عنا واحد اخر فيه. ومن طبيعه الحال الا غيتنمر عليا وانا مقتنعه براسي فنجاوب على راسي وما نخلي حتى شي واحد يهضر معايا وما ياثرش عليا حتى داك التنمر نتاع داك الشخص اللي غيتنمر عليا، وانا راضيه بالشكل ديالي وراضيه بشخصيتي كما هي. ولكن الا كنتي براسك حتى انتيا الحاجه ملي كيقول لك شي واحد شي حاجه وكتضرك، بمعنى انك انتيا براسك راكي ما مرتاحاش فيها. فهذا الشيء بالنسبه للبنات والسيدات اللي ناقصين الصحه ديالهم. هاد الوصفه غادي تطلق لجميع الفئات العمريه، يعني حتى بنيتات ولا وليداتكم الصغارين تقدروا تعطيهم هاد الوصفه اللي هي بصح كتبدل المشكل نتاع الصحه، وسريعه ثقوا بيا انها سريعه وسهله وفي متناول الجميع. اهم حاجه انها في متناول الجميع، ولكن هي خاصها الطريقه كيفاش تقدر تخاد والطريقه تكون صحيحه. بغيتكم تتبعوا معايا الطريقه من الاول حتى الاخر. بغيت نقول لكم وليداتكم تعطيهم لهم في امان الله، بحال وليداتي كنقولها لكم خذوها وعطوها لوليداتكم ما تخافوش. بالنسبه للسيده اللي حامله تاخذها، الا كانت ضعيفه وصحتها سخفانه تاخذها حتى السيده الحامله. كنتي كترضعي ما تقدري تاخديها، ما تخافيش منها، راه بالعكس كلها فوائد وما كاين حتى شي حاجه اللي كتضر فيها، بالعكس غتعطيك واحد القوه وغتعطيك واحد الانرجي وغتعطيك حتى الحليب التربيه ديالك. بالنسبه للبنات اللي كيقراو ومازالين صغارين، نقولوا زعما في العمر 16 عام ولا 20 عام ولا 24 عام، جميع الاعمار يمكن ياخذوها، والجميل فيها انها كتعطي واحد النتيجه اللي سريعه بزاف. بزاف د المرات كنت كنشارك معكم وصفات في القناه نتاع بنتي نوها وكانوا ناجحين واحد الدرجه اللي ما تصورش. دائما الا تلاقيت بشي حد ولا عرفت شي حد كيقول لي شكرا وكيشكروني وكيدعيو معايا شكرا لكم حتى انا، وانا يا ربي زعما اجتهدت في هذه الوصفه باش نجيبكم وصفه اللي ناجحه، ولا درتوها ما تندموش عليها ان شاء الله. هادشي كما كنقولوا كنعاود بالنسبه للناس اللي راهم ضعافين، بالنسبه للناس اللي محتاجين انه يزيدوا في لو بوا. كنعرف بزاف حتى هاد البنات اللي كيكونوا مقبلين على الزواج وكيبغيو يزيدوا في صحتهم ولا كيبغيو يبانوا بواحد الشكل اللي هو لائق ولا المهم. هادشي راه زعما متداول عندنا حنايا، عارفينو بان البنت اللي كتبغي تزوج كتكون بواحد كتبغي واحد صحيحه،
الله يعطيكم صحيحتكم ويعطوها لكم بالنفع وبالتيسع. فما غنزيدش نطلع لكم اكثر، غنشارك معكم هذه الوصفه، غادي نهز التليفون باش نعطيكم الديتاي ونشرح لكم حاجه بحاجه، وديك الساعات غنقول لكم طريقه الاستعمال وكيفاش ديروا تاخذوها وشنو الوجبات اللي يمكن لكم تستعملوا مع هذه الوصفه باش تعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. وفي ظرف شهر ثقي بيا انك غادي تبدلي، وانت اللي شافك غادي يقول لك شنو درتي ولا شنو كتاخدي باش رجعتي هكايا. كيتنور الوجه وكيعمر الوجه، اهم حاجه انا كنشوف الصحه كتبان في الوجه، الوجه كيكون منور، كتطلع ديك الزنديه في الوجه، الحنيكات كيعمروا. وهاد الوصفه ثقي بيا غدور لك الوجه، وجهك غيولي دائري بالعموريه وبالزنيقات الحنيكات، والصحيحه اللي غادي تاخديها ان شاء الله على الاساس، ما غاديش تاخديها هاي بالنفخ ولا شي دواء، ما كاين لا دواء لا حتى شي حاجه هنايا. مكونات اللي هي من ديورنا اللي هي معروفه انها كتزيد في الصحه، ولكن كيبقى في الطريقه كيفاش نديرو ناخذوها وكيفاش غدير لنا الشهيه وكيفاش غتسرع في المردوديه ديالها. فان شاء الله خليكم معايا وتبعوا معايا الوصفه من الاول حتى الاخر، وغادي تكون ان شاء الله واحد النتيجه عندكم اللي غنبغيكم كاملين ان شاء الله من بعد شهر ما ديروا هذه الوصفه، بغيت ترجعوا لعندي وتقولوا لي في لي كومونتير شنو لقيتم بعد شهر. هي راه كتبدا الوصفه كتبان عليك من السيمانه الاولانيه كتزيد واحد لو بوا، تقريبا كتزيدي واحد 4 كيلو 3 كيلو 2 كيلو على حسب كل وحده كيفاش غادي كيفاش غتعطيها صحتها. راه كاين اللي ابسط حاجه كتتغلطوا، كاين اللي ابسط حاجه ولا اكبر حاجه ما كتزيدوا شيء. ف الاولانيه اننا شويه الدماغ نلعبوا على دماغنا اننا نهنيوه ونقلبوا على الراحه النفسيه، هي الاولانيه باش ان شاء الله نرتاحوا في صحتنا ونرتاحوا في وقتنا. فغادي نجيب التليفون باش نشارك معكم الوصفه وتشوفوها قدام عينيكم. شوفوا معايا اول عنصر غادي نقول لكم واهم عنصر في هاد الوصفه هو هذا. الصراحه راه ما غتصوروش شحال غيبدل من الشكل ديال الوجه ديالكم ومن الصحه ديالكم، كي غادي تبان وغتعطي واحد الشكل اللي امتوي بزاف. العنصر الاول وهو الحمص، الحمص اللي كنبيتو واحد الليله فازكه، وهذا الشيء غنبغيكم هذا الحمص تاخذوا واحد الكيلو غيدوز لكم مدى الشهر كامل. كل نهار غتشدوا حفينه في يديكم وتكبوا عليه الماء طايب وتبيتوه ليله كامله، لا غتليه غتغسلوه بعدا كي من طبيعه الحال من قبل يتنقى ويغسل، وتبيتوه في واحد في الميه طايبه وغطيوه بشي غطيطيه باش لا غتليه غيفسك، حيت حتى الماء ديالو غادي تستعمل. هذا الحمص عجيب 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 في الغلط، كيغلط بواحد الشكل اللي واعر واعر بزاف، وديروا معاه الماء ديالو كيصفي الوجه وكيغلط الوجه، وكما قلت لكم كيغلط حتى الصحه وكيعطي واحد النضاره في الوجه. هذا من جهه الحمص كما قلت لكم رقد بيت ليله كامله في الماء، ولا غتليه الصباح تستعملوه. كما غتشوفوا معايا غنقول لكم المكونات، وديك الساعات كل حاجه غادي نقول لكم كيفاش تستعملوها. مكونات هو الفواكه الجافه اللي عندكم، ولكن انا كيعجبوني هاد الفواكه الجافه منهم القرقاع، شي حبات نتاع اللوز، نوا داكاجو والزبيب. الا عندكم حساسيه من شي حاجه في هادشي يمكن لكم تحيدوها، هادو ما يمكنش شحال كيعاونوا انه كيسرعوا في الصحه. هادو راه ما غنقول لكمش الحصى، ولا غادي نقول لكم مكونات اللي هي بصح معروفه وكتعرفوها مقويتات، وفي نفس الوقت كتعطي واحد الشكل اللي زوين للصحه. الشريحه ولا الكرموس اليابس حتى هما راكم عارفين وغني عن التعريف شحال الفوائد فيه وشحال كيعاون بالصحه. سبعة الحبات نتاع التمر، هاد الوصفه غادي ديروا فيها سبعة نتاع الحبات نتاع الكرموس وسبعة الحبات نتاع التمر. كما كتشوفوا معايا التميرات محيده لهم انا، هي العلف ديالهم ولا العظيم ديالو. وكما غتشوفوا معايا عسيله، العسيله كما بغيتو نتوما، ما بغيتو شي، بغيتو ديروا السكر ديروا السكر لما عندكمش العسل. هادو حبه الحلاوه اللي فيه السكر يحيد كاع العسل من طبيعه الحال زعما بالنسبه لهذا، ولكن راه اللي غياخذ هذا الشيء غادي يكون محتاج انه زعما فيه هذا الشيء تاع السكر. كاين اللي كيبغي ياخذ وفيه السكر زعما احسن يحيد كاع العسل، ما بغاش ممكن قال تنوع. كما غتشوفوا معايا حبه حلاوه حتى هي مفزقه، ملي غتنوضوا الصباح غادي تكبوا عليها ميها طايبه وغتخليوها حتى هي ترقد واحد نص ساعه، راها كافيه ولا ربع ساعه كافيه بانها تطلق المنافع ديالها.
غنحتاجو هنا راه دايره لكم الصوانيه لاله باش ان شاء الله تفرحوا ويجعل ربي ايامكم كلها فرحه. دايره سيريلاك، هذا سيريلاك نتاع القمح. دائما فاش تبغيو ديروا وصفات اللي هما نتاع الصحه ولا نتاع الغلب وغتبغيو ديروا سيريلاك، ديروا سيريلاك نتاع القمح، عقلوا عليها سيريلاك نتاع القمح. انا غندير الوصفه معكم بالديتاي ونشرح لكم حاجه بحاجه. بالنسبه للدسر غادي تحتاجوا ديروا اي دسر عندكم في الدار، بنان، تفاح، اللي انا بالنسبه لي عندي دابا هنا المونغ وعندي النقاص. نتوما اي حاجه عندكم نتاع الدسر واي حاجه كتبغيو تاكلوها ديروها. الدسر كله زوين. وعندنا الحليب، الحليب حتى الا كان الحليب نتاع نيدو ولا نتاع جوده، المهم الحليب نتاع الغبره حتى هو مزيان. بالنسبه للعصر الاولاني غنشارك معكم هو الاولاني وعاد نقول لكم شنو غنديروا فيه. العصر غنشدو بحال هكا يا الحمص وغادي نطحنوه في مولينكس، دونك ما غاديش ما يجيكم صداع نطحنو ونرجع نكمل معكم. كتشوفوا معايا طحنات مزيان كتلين كتبان بحال العصير، كتجي بحال العصير. وثقوا بيا هذا العصير عجيب 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 في الخلط. يتبعوا معايا هادشي اللي كنقول لكم وشوفوا ديك الساعات. انا غادي ندير مقاص وغادي ندير معاه شويه نتاع الكاكي. وانتم كما قلت لكم اي حاجه الله يجعلكم ديروا معاها هي بنانه، ديروا بنان كيجي تا هو زوين، تا هو كيجي زوين. المهم اللي عندكم، انا كنقول لكم اي حاجه عندكم استعملوها وديروها الحاجه اللي كتبغيوها باش تاكلوها. هذا باش هي كيبنن، باش كيبلل لكم هذا العصير وكيخليكم دوزو. وغادي ندير هاد سبعه الحبات نتاع التمر فيه، وسبعه نتاع الحبات نتاع الشريحه حتى هما. غادي تقولوا لي حتى زوينه الشريحه معسله طيبه. غادي تقولوا لي واش بالضروره انهم سمحي لي شنو درت نعطيكم حيده هكا حيده ديالي بسم الله. خوك كتعجبنيش كتشاعدني، راه كنحيد لها الرويس وداك الشيء من الشفه ناضيه انا لله. كما قلت لكم هاد سبعه الحبات هكا يا انا بعدا كي هكا تعلمتها ملي كنت في صغري، سبعه الحبات سبعه الحبات ملي كنبغيو نديرو هاد الوصفات. وغنزيد عليهم الحليبه فوالا، وغنطحن هاد الشيء كامل. هذا هو العصير ديالي، التمر حلو والشريحه حلوه. وغادي نزيد معاهم واحد المعلقه هكايا كنتاع العسل بحال هكا، عاتير ما غيبقاش يبان الحمص كاع نهائيا في المذاق ديالو. كيجي بنين كيجي بنين. غنطحنو ونكمل معاكم نفس العصير. ما تصوروش شحال بنين شحال بنين. اللي مول في السكريات كيبغي الحلاوه يزيد فيه سنيده، اللي مكتفي بالحلاوه الطبيعيه فهي العسل البركه، لان حتى الشريحه حلوه. شوفوا معايا الشريحه شو شحال معسله كتحمق. والتمر حتى هو معسل، خذ داك التمر اللي كيكون شويه معجن ما يمشي داك القاصح باش يعطيكم. زعما الصراحه المكونات راها سهله، راه غادي تاخذوا شي بين المذاق الحمص ما كيبقاش بين المذاق تاع الحمص. وراه ما نقول لكمش بنين، وراه النتيجه اهم حاجه، النتيجه غترحموني عليها. وكما قلت لكم كيعطي حتى نظره للوجه، كيعطي واحد النظره للوجه معروف الحمص. وديروه بالماء، انا كنوصيكم نعاود بالماء ديالو اللي مفزكين فيه، يكون مغسول بطبيعه الحال ورقدوه في الماء طايب ليلا، غادي يولي غزال طايب وما كيبقاش باين نهائيا. وشوفوا معايا العصير ديالو كي كيجي. هاد العصير غديروه في الثلاجه غتشربوه يومين. قبل من هاد الشيء غنشرح لكم كيفاش غادي نبداو النهار ديالنا ان شاء الله ملي غتبداو هاد الوصفه. اول حاجه ملي غادي تنوضوا الصباح كما قلت لكم، على ما تطرفوا داكشي غادي تكونوا درتوا لي معلقه نتاع حبه حلاوه، سمحوا لي معلقه د حبه حلاوه، اللي ملي غتشدو غتشري واحد الربعه صغيره حتى هي غادي تدوز لكم الشهير. وتنقيوها وتنشفوها تمسحوها شويه، وغتبقاو ديروا معلقه كل صباح. هذا ديروه كل صباح، ديروه غزال وصحي. وانا وليت هاد الايامات متبعاه حتى المصار داكشي مزيان. فكما غتشوفوا معايا غادي ديروا معلقه صغيره وغتكبوا عليها الماء طايب وتخليوا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه تطلق، على ما طرفتوا على ما قصوا باش تشربوا ليا نعمس بها هذا العصير. غادي تهبطوا على هذا الكويس نتاع حبه حلاوه اللي غيعطيكم حتى النفس زوين، والريحه حتى هي كتولي نتاع التنفس زوينه. كما قلت لكم غتشربوا اول حاجه وضروري ضروري تاخذوا ليا هاد حبه حلاوه الصباح ضروريه باش تنجح معنا هاد الوصفه. غنبغيكم تاخذوها، واللي بغى من طبيعه الحال وما كيقدش على الحاجه هي اصلا حلوه بغيتو تزيدوا عسيله تقدروا تاخذوا عسيله. رانا دابا هاد العصير السحري، هاد العصير سحري بالنسبه ليا. تاخذوا هاد العصير غادي تبقاو انا حيت هاد الكاس عندي ما خدامينيش الصراحه. ريما
تقدري تجيبي لي عصير، تقدري تجيبي لي حيت عندك الخضره. المهم قبلوا عليا وصافي، انا غادي نبداو نمسحو ونوريكم كيفاش غادي نحنت فيه فم واسع. والكاس ريما جيبي لي كاس، نسيت ما حطيتيش حدايا، جبتي هذا الكويس فم ضيق. فهادشي اللي كاين هو هذا العصير ديالي، شوف كيجي خاطر وكيجي زوين. بغيتو تزيدو تخفوه الا ما كتقدوش على العواصر تقال، تقدروا تزيدو فيه الحليب في الطحين، راه هذا كيدوز لك يومين في الثلاجه، ما تخافوش راه ما كيضيع ما حتى شي حاجه. ولكن غنبغيكم تشربوا 4 الكيسان شبريين في النهار، يعني ملي غادي تاخذي هذا الكويس نتاع حبه حلاوه غتاخذي مباشره معاه قبل الفطور ديالك، غتاخدي هاد العصير اللي ان شاء الله يا ربي توقع عليه واحد النتيجه اللي زوينه زوينه. وغادي تاخدي ملي تغداي عاوتاني وتسالي غديوتك بالصحه والعافيه، غتاخدي كاس اخر. ومني غتشربي قهوتك بالعشيه، واخا ما تكونيش قادره انك تاكلي، غتولي تقدري تاكلي من بعد ما غتشربي هذا هو الاولاني قبل الفطور. غادي تحلي بالكم طويل، راه ماشي صافي خصكم تاخدوا هاد الكونشي دراي كاس العصير صغير. تاخدوا حتى كاس نتاع حياتي النوب الاولى، المهم شربوا علاش ما قديتو، علاش ما قديتو مزيان 4 المرات في النهار. وغتاخدوا واحد قبل ما تجيو تنعسوا، تسالوا العشاء ديالكم وتبغيو تنعسوا وتمشيو للمخده ديالكم وشربوا هذا الكاس باش يعطي المفعول. راه سيمانه ثقوا بيا ان سيمانه غيتبدل، حتى اللي شافكم غادي يبقى يقول شنو السر في هذا الشكل هذا. فنقول لكم كما غتشربوا هذاك غديروا هذا كبيس العصير، وغادي ديروا معاه معلقه بحال هكايا نتاع السريلاك. وهاد السريلاك راكم عارفين حتى هو كيعاون في الحنيكات. فوالا غتخلطوه مزيان بطبيعه الحال، اللي كيبغي ياخذ السريلاك بوحديتو ياخذ، انا بالنسبه ليا حتى هو كيزيد واحد البنه وكيزيد واحد التختوريه في العصير، انا كيعجبني العصير يكون قاصح. وهاد الوصفه راها قديمه، يقدروا مواتكم ولا الناس القدامين نتاع المدينه القديمه عارفين هاد العصير اللي كيبقى رائع، عنده واحد النتيجه زوينه. وكان هاد العصير معروف للعرايسات البنات اللي كيبغيو يتزوجوا، كانوا كيعطيوهم هاد العصير اللي كيتخطبوا كيبداو ياخذوا هاد العصير ما كتجي تزوج حتى كتكون ولات واحد الشكل اللي فرحانه براسها. فانا كنشرب العصير غادي نحط حدايا هاد المقويتات ولا هاد الفواكه الجافه وغدوزي بهم ضروري طبيسك يكون بالنسبه لهاد لي فخويسه حتى اللي بغات ديرهم في العصري، اللي كتقدر العصير ثقيل ما كتقدش عليه ثقيل تاكلهم داكوك. الا بغيتي تطحنيهم بطبيعه الحال راه ممكن تطحنيهم، انا بالنسبه ليا وطريقتنا اللي كنا كنعرفو وكنعرف من صغري وكنستعملوها هو ان كندوزو بهم. وكما قالت نهى كاين اللي ما كيقدش على بحال دابا انا بناتي ما كيبغوش القرقاع، ما كيقدوش ياكلو هكايا، كتيقول لك تيجيهم ناشفيه في الحق ديالهم طحنوه. ولكن بالنسبه ليا انا كيعجبوني هكايا الحاجه اللي كتاكلوها دوزوها، اللي ما كتاكلوهاش يطحنوها في العصير. فالنهار كامل انت كتاخذي وكتاخذي معها الفواكه الجافه، سينو ملي تكوني خارجه ولا غادا لشي بلاصه ولا غتمشي لخدمتك وانتيا ما عندكش كديري، ديري داك الكويس العصير ودي معاك الطويصه نتاع الفواكه الجافه وخديها. بغيت نقول لك حتى بالنسبه للبصاره نتاع الفول والجلبانه دخليها في النظام الغذائي ديالك، حاولوا انكم تاكلوا القطنيه مزيان، وسورتو البصاره اللي بالفول والجلبانه وزيت البلديه والثومه كتعاون حتى هي في الصحه بواحد الشكل اللي حتى هو زوين بزاف. هاد الوصفه ان شاء الله تفيدكم، وان شاء الله يا ربي تكون بالصحه والعافيه عليكم. كنأكد وكنعاود كنقول هاد الوصفه خصيصا للجسم ديالهم نحيل ضعيف، لانها بصح كتغلط. راه ما كنقولش هذه وحده غليظه ولا هذا ولا دوك التعاليق دي بدنا نصحيه ضعاف ولا شيء، انا كنقول بالنسبه للبنات ولا السيدات اللي راهم محتاجين انهم يزيدوا في لو بوا وطلبوني جبت لهم هذا شنو كتبغي كل قرعه شخصيه. ولا عجباتكم بارطاجيوها عفاكم مع اللي محتاجها، بارطاجيوها مع الناس اللي كتشوفوهم انهم ضعافين وبغاو باش يزيدوا في الصحه، حيت بصح هاد الوصفه جد فعاله وكتبان في السيمانه الاولانيه. وهي في النهار الاولاني ملي كتشربي هاد الكاس نتاع العصير كيحل لك بعدا الشهيه، وكتحسي براسك انك قابليه انك تاكلي كثر وكثر. ايوا بالصحه والعافيه، ونتمنى انني نكون لبيت الطلب نتاع بزاف نتاع اللي كيطلبوا مني هاد الوصفه، وان شاء الله تكون ناجحه معكم وتلقاو واحد المردوديه. وكما قلت لكم ملي تساليو الشهر انا بغيتكم تعبروا راسكم كل سيمانه، وملي تساليو الشهر
وتلقاو راسكم تبدل حالكم. وانا غنراهن علي نراهنكم ان غادي يشوفكم اللي شافكم غادي يتبدل عليه الصوره ديال الوجه ديالكم. فنتمنى الفيديو يعجبكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك، وما تبخلوش عليا بالكلام الطيب ديالكم اللي كنتسناه دائما، والتشجيعات ديالكم باش نجيب لكم وصفات اللي حتى هي زوينه. عندي وصفات بزاف 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 للوجيه الجمال ديالنا اللي كيهم السيدات. فلا بغيتو شي حاجه ولا بغيتو شي اسئله ولا بغيتو شي وصفات اللي كتهمكم، مرحبا بكم، خليوها لي في لي كومونتير وانا في الخدمه ديالكم. السلام ورحمه الله.